البرلمان الفرنسي مانع التنقيب في فرنسا 40 سنة قادمة، والشركات الفرنسية اشترت ماكينات الغاز، ماكينات الحفر الغاز الصخري. راني خايف لا كاين واحد من العصابة مازال وراه مربطها معاهم باش يجيب لنا هذه الماكينات باش ما يخسرش الشركات الفرنسية ويجيبها لنا للجزائر للصحراء الجزائرية باش تتلوث البيئة وتروح المياه وتنتهي الزراعة وتصبح منطقة زلزالية.